بقول لك يا علاء، انا عايز اتشيل. إيه، عندي فكرة صايعة. ايه احنا معانا العربية ومعانا الموبايل، طب كده ناقصنا ايه؟ نحرك بقنا على الاغاني. يلا. في الفترة الأخيرة في ناس كتير بقت بتحارب، بقت بتزيد قوي، بس احنا مسكتناش. مش جمال والسادات عملوا تراك. صاحبي يا صاحبي يا صاحبي عم الناس، ايوه ده صاحبي زيد الناس. يا صاحبي يا صاحبي عم الناس، ايوه ده صاحبي هو ده صاحبي. يا صاحبي يا صاحبي عم الناس، ايوه ده صاحبي سيد الناس. كده برضو يا ابن الزقيبه، كده برضو الجيل اخوك. صاحبي اللي نسيت عشرة زمان، مان مان مان، بكره تشوف الدنيا اشكال والوان، وان وان وان. صاحبي اللي نسيت عشرة زمان، مان انا مان انا مان، بكره تشوف الدنيا اشكال والوان، وان. بقول لك ايه؟ ايه يا عم؟ في يا عم الحوار ده اتهرس ومصر كلها عملته. لسه بس كنا ماشيين حلو والله. انا اقول لك ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ نقلد. تعرف تقلد؟ بعرف اقلد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدينا الكرام، متابعي اون سبورت في كل مكان، نسعد بصحبتكم الكريمه. ايمن الكاشف، ومعايا النهارده طالب من طلاب الجامعه، ولا سيما ان يوم الامتحان قرب، ويوم الامتحان يوم الامتحان يكرم المرأة او يهان. ومعايا علاء. تحب تقول ايه علاء؟ عملت ايه في الامتحان؟ بص والله العظيم يا استاذ ايمن، انا كنت بغش في الامتحان وعامل برشام، وانا ما بعرفش اذاكر اصلا وما بعرفش احفظ. انا مطلع البرشام من لا لا يا علاء، لا لا، انت على قناه محترمه، بس كمل يا علاء. بس اللي حصل حضرتك، اقسم بالله الحاجه الوحيده اللي انا كتبتها صح هو التاريخ واسمي، مفيش حاجه تاني صح يا استاذ ايمن. والله دي رسالة مهمة نحب نوجهها لكل المسؤولين في مصر، المسؤولين عن منظومة التعليم، ولا سيما ان التعليم واحدة من اهم المنظومات في مصر. عايزين امتحانات من زي تالتة ابتدائي. يا سلام يا سلام على امتحانات والان نطير سريعا سريعا الى نجوم التحليل واستاذ مصر، الى جنرال التعليق المصري كابتن مدحت شلبي وضيوف الكرام، فالى هنا. لا لا لا، بس مش حاسه برضه. طب امال هنعمل ايه يا ابني؟ احنا ولا نافعين في تحريك بقنا على الاغاني، ولا نافعين في تقليد حد. انا عندي فكره قصيعه. ايه هي بقى؟ بص، انت انا اعمل اي حاجه غلط وانت انصحني. أيوة. ايش بقى يا معلم؟ انصح بقى وقول نصايح زي ما انت عايز. حلوه دي وجديد ده. يا موزس خد اما اقول لك. بت فرس، ايه اللي عملته دلوقتي ده؟ ايه يا اسطى اللي انا عملته يا اسطى؟ ترضى اختك تبقى ماشيه كده وحد يعاكسها؟ يا اسطى انا ما عنديش اخوات اصلا. طب ترضى امك تبقى ماشيه كده وحد يعاكسها؟ يا اسطى انا امي ميته في ايه يا عم؟ انت لسه دافنها معايا. يا علام انا بنصحك عشان نكمل الفيديو يا اخي، كل حاجه كده مبوظها مبوظها. انا همشي يا عم. سلام.